بعد 23 من حزيران تقوم الشمس بالهجرة ظاهريا. جميع هذه الظروف تمام. تتشارك لفرض أجواء شديدة الحرارة على المنطقة وبالتالي نستنتج. إذن لذلك يشبهون بأن المنطقة شبه عالقة بفرن. السلام عليكم، حياكم الله متابعينا في حلقة استثنائية نتحدث فيها عن موجة حر لاهبة تسيطر على منطقتنا منذ عدة أيام ولا زالت مستمرة. والسؤال الذي يطرحه الجميع، متى ستنتهي هذه الموجة؟ وهل هي طبيعية أم أنها سابقة في تاريخ مناخنا؟ ثم ما هو تأثيرها على المزروعات؟ كل هذه الاستفسارات يجيبنا عنها الباحث في مجال المناخ والبيئة الأستاذ أنس الرحمون. أهلا وسهلا بكم أستاذ أنس. أهلا وسهلا بكم أستاذ محمد، حياكم الله. يا أهلا وسهلا بكم. حقيقة يعني منذ عدة أيام، دعنا نقول قرابة الأسبوع تقريبا، لا زلنا نعيش بظرف حار، ظرف جوي طبعا، يعني حار وحار جدا. الجميع لا اهتمام له في هذه الأيام إلا الحديث عن أخبار الطقس. ما نعيشه اليوم، دعنا بداية نتحدث يعني عن منشأ هذه الحرارة كمنشأ مناخي، كيف بدأت وإلى أين ستصل؟ تماما، حياكم الله، أشكركم على هذه الاستضافة أستاذ محمد. صراحة في الحقيقة إذا جئنا لموقع سوريا من نصف الكرة الأرضية الشمالية، نلاحظ أنها أعلى مدار السرطان، تقع حتى مناطقنا عند خط عرض 36 فوق خط الاستواء. عادة الشمس في 23 من آذار تكون عمودية على خط الاستواء، يسمى هذا اليوم هو يوم الاعتدال الربيعي، هنا يتساوى طول الليل مع طول النهار. بعد ذلك تبدأ الشمس هجرتها الظاهرية، طبعا نقول الظاهرية لأن من يتحرك هو الأرض وليس الشمس، الشمس لها حركة بتوابع أخرى. بعد 23 من حزيران تقوم الشمس بالهجرة ظاهريا من خط الاستواء باتجاه مدار السرطان الذي يمر تقريبا بمنتصف أو شمال مكة المكرمة في منتصف الأراضي السعودية. خلال عملية المرور هذه تقوم الشمس بتسخين المنطقة الواقعة بين خط الاستواء وبين مدار السرطان تسخينا عظيما، وتكتسب القشرة الأرضية حرارة كبيرة. لكن لاحظ أننا في هذه الفترة وهي التي تقع بين 23 من حزيران وعفوا من آذار مع 21 حزيران وهو موعد الانقلاب الصيفي، حيث تتعامد أشعة الشمس على مدار السرطان. خلال هذه الفترة لا نشهد موجات حر، لا نشهد درجات حرارة مرتفعة، علما أن الشمس تكون عمودية على هذه المناطق. لماذا؟ لأن القشرة الأرضية تكون قد اكتنزت برودة كبيرة من فصل الربيع وفصل الشتاء السابق. لاحظ بعد 21 حزيران تعود الشمس في حركتها الظاهرية من مدار السرطان عودة إلى خط الاستواء، وتعود بإرسال أشعتها وتسخين القشرة الأرضية كرة أخرى. هنا يحصل أن الطاقة الحرارية المكتنزة في القشرة الأرضية تصبح عند درجات فائض معين، فتبدأ الأرض تبدأ القشرة الأرضية بإشعاع هذه الطاقة لأنها اختزنت طاقة عظيمة. المسير الأول، المسير الثاني، هنا يبدأ الإشعاع. ذروة الإشعاع صراحة تكون بين 15 من تموز وحتى 19 من آب. دائما عمليا مناطق بلاد الشام تشهد، وأيضا الجزيرة العربية والعراق وجميع هذه المناطق تشهد موجات حر، تشهد درجات حرارة مرتفعة في هذه الفترة لأن التسخين يتكرر على هذه المنطقة. أحيانا موجات الحر تمتد حتى شهر أيلول، أحيانا تمتد حتى شهر تشرين الأول، لكن إحصائيا نحن نتحدث عن منتصف تموز ومنتصف آف، هنا ذروة موجات الحر تكون شديدة. مع هذا التسخين يتشكل ما نسميه المنخفض الجوي السطحي الحراري، وهو يتبع منخفض الهند الموسمي. جميع حتى العوام باتوا يعرفون أننا في هذه الفترة نتعرض لامتداد المنخفض الموسمي الهندي، وهذا عادة يترافق مع كتلة هوائية حارة. هذا التسخين مع هذا المنخفض مع موجود في طبقات الجو العليا مرتفع جوي شبه مداري أيضا مرافق لكتلة هوائية حرارية عالية الحرارة، جميع هذه الظروف تتشارك لفرض أجواء شديدة الحرارة على المنطقة، وبالتالي نستنتج أننا طبيعيا نتعرض لموجات حر، وبالتالي موجات الحر الحالية طبيعية من ناحية هنا التوقيت. هنا السؤال يعني حتى الناس ما تتوهم زيادة وكذا وأن نعيش ظروف استثنائية، كما يتفضل الأستاذ أنس، إذن هي موجة طبيعية دعنا نقول، وين الأمر غير الطبيعي؟ تماما، قلنا
وشرحنا واستفضنا بالشرح لماذا نتعرض لموجات حر في هذه الفترة من السنة على هذه المنطقة الجغرافية. درجات الحرارة الآن المسجلة بين 40 و 41 درجة مئوية، أحيانا تنخفض ل 39 حسب حركة المرتفع الجوي ترددا ذهابا وإيابا. تسمعون الآن ما يشاع على مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك الأربعة مواقع إعلامية موضوع القبة الحرارية. صراحة هذا المصطلح أثار حفيظة الناس، فالبعض يقول سنأتي إلى مصطلح القبة، لكن أنا أتحدث الآن يعني أنه اليوم نحن الاستثنائي في الموضوع بالضبط ظروف طبيعية. تواصلت معك أنا قبل الأيام وتحدثت على أنه الأمر غير الطبيعي هو ربما بطول هذه الموجة اللي راح نتفضل تحكي عنها. صراحة أستاذ محمد حاليا الموجة من ناحية التوقيت طبيعية جدا، فنحن نتحدث الآن وقته في الثلث الأخير من تموز، فهي طبيعية جدا حيث التوقيت. من ناحية درجات الحرارة سجلت أنا بيدي درجات حرارة أعلى من درجات الحرارة هذه 41 و40 درجة مئوية، سجلت في بلدة تلمنس 46 درجة مئوية في شهر آب. إذن من ناحية درجة الحرارة طبيعي، من ناحية التوقيت طبيعي، لكن صراحة استثنائية من ناحية طول المدة. تمام. نحن الآن نتحدث عن توقعات الثلث الأخير من تموز مع الأسبوع الأول من آب. صراحة موجة الحر الكتل الهوائية الحرارة ستمكث في المنطقة قد تمكث حتى الثلث الأول من آب. صراحة هي استثنائية من ناحية طول الموجة. تمام. لكن بشكل عام طبيعية يعني كما تفضلت عشنا قبل هذه السنوات أسوأ موجات حر وربما أعلى من ذلك. اليوم على مواقع التواصل وعلى خلينا نقول مصادر الأخبار وكذا نسمع عن القبة الحرارية اللي تشمل بلاد الشام والعراق والخليج العربي. لماذا يعني هذا المصطلح بهاي السنة فقط يعني نسمع بهذا المصطلح؟ تمام. مصطلح القبة الحرارية. صراحة أستاذ محمد لو جئنا لتعريف القبة الحرارية لا يمكن أن نقول أنه مصطلح علمي متداول في علم الأرصاد الجوية، إنما هو مصطلح آني بدأ تداول مواقع التواصل الاجتماعي. نعم، لأن الطبقة السطحية فيها منخفض جوي سطح حرارة مترافق مع كتلة هوائية حارة، طبقة الجو العليا فيها مرتفع جوي شبه مداري أيضا فيه كتلة هوائية حرارية عالية. ما يحصل الآن هذه المنطقة منطقة الضغط المرتفع تقوم بضغط هذا الهواء الساخن، لا تسمح الهواء المسخن الصادر عن إشعاع القشرة الأرضية بالنفاذ إلى طبقات الجو، بمجرد وصوله إلى الطبقات العليا تقوم بضغطه وإعادته. إذن لذلك يشبهون بأن المنطقة شبه عالقة بفرن. تمام؟ لأن الهواء يخرج عملية التنفيس هذه يقوم بإعادته وضغطه، لذلك تكون ما في مخرج لهذا سيبقى محفوظ. لذلك صراحة عندما يكون التوصيف قبة حرارية نلاحظ أن موجات الحر تصبح طويلة، لأن هذه القبة تحتاج ضغوط جوية منخفضة، تحتاج أحواض علوية نازلة من القطب تضربها بقوة حتى تتزحزح يمينا أو يسارا أو جنوبا أو شمالا. حتى اللحظة المشاهد أن القبة تسيطر على منطقة، يعني دعنا نقول تأخذ راحتها، لا يوجد أي ضغوط مزعجة لها. مناطق أوروبا تشهد موجات حر، مناطق المغرب العربي تشهد أيضا موجات حر، إذن هناك استقرار جوي، فالقبة لا تتزحزح لا يمينا ولا شمالا. تتحدث القبة يعني المغرب العربي بعض أجزاء من أوروبا، يعني قبة واسعة. دعنا نقول هنا هي قبب، قبة فوق مناطق إيطاليا الآن تشهد درجات حرارة تاريخي. تمام. إذا قلنا إيطاليا نعم تشهد درجات تاريخي، سجلت بعض مناطق السواحل الإيطالية 47 درجة مئوية. أيضا تونس المغرب العربي الجزائر هناك قبة حرارية تسيطر عليهم، وأيضا لدينا قبة فوق مركزها الكويت والبصرة هذه المنطقة. لذلك هنا تسمع في مواقع التواصل الاجتماعي درجات حرارة قد تلامس 50 درجة مئوية. طبيعي أن تكون الظروف بنفس التوقيت في أوروبا، في المغرب العربي، في الجزيرة العربية، في العراق. تماما. أما الأمر استثنائي دعنا نقول. صراحة مصطلح التغير المناخي هنا نأتي إلى مصطلح التغير وهي المناخي. النقطة اللي في لقاءات سابقة شرحنا ومعكم أيضا في برنامج 30 دقيقة قلنا أن المثبت حاليا في التغير المناخي أن الكوكب يحتر، درجة حرارته ترتفع. في الأسبوع الأول من تموز تم كسر الرقم المعياري وهو درجة ونصف فوق المعدل كسره، ووصلنا إلى 16.88 درجة مئوية، هو رقم تاريخي. لماذا على مواقع التواصل الاجتماعي تسمع تقول من 136 سنة لم نسجل مثل هذا الرقم؟ لأن السجل المناخي تاريخه بنهاية القرن الثامن عشر، بدأ التسجيل المناخي. صراحة الأسبوع الأول من تموز سجل رقما قياسيا على مستوى سطح الكوكب.
هذا الأمر لا يعني أن درجات الحرارة التي نتعرض لها في سوريا هي استثنائية تاريخيا، ولكن التي يتعرض لها الكوكب ككل هي استثنائية. تتضافر ضروب تغير المناخي مع ظاهرة النينو التي تحدثنا عنها، تمام، وبدأت فعليا تسيطر على المحيط الهادئ. صحيح. عندما تتحدث يعني أستاذ أنس عن موضوع درجات الحرارة الاستثنائية، نتحدث عن موضوع، أو دعنا نتفق على أنه موجة طبيعية، طول المدة الزمنية بالنسبة لهذا الأمر. دائما يعني كنا نتواصل معك تتحدث على أنه في التوقعات المستقبلية، نعم، ربما لعشرة أيام كذا كذا. الأمر حتى الآن لا يوجد أنه هذه القبة ستتزحزح، أو كما تفضلت أنه هناك مبشرات بمنخفض أو بشيء أو بكتلة هوائية مثلا، تمام، تعدل الأمر، تمام. هذا سؤال الناس اليوم، صحيح، يعني الناس، صحيح، بدأ ولو كلمة، صحيح. حقيقة كما ذكرت الظروف الجوية في المنطقة جميعها تدعم استقرار هذه القبة في منطقتنا خلال الأيام العشرة أو الخمسة عشر القادمة. لماذا؟ لأن هذا الوقت هو وقت نشاط الموجات الحارة. حاليا نعول على دعنا نقول الأسبوع الثاني من آب، أو دعنا نقول الثلث الثاني من آب، أن تتقدم أحواض معتدلة من مناطق العروض العليا تزحزح هذه القبة، أو دعنا نقول تفرط نظام الضغط الجوي المسيطر عليها وتصبح على شكل موجات حارة بسيطة. لكن المؤشرات هذه نسميها نحن متوسطة وبعيدة المدى، عادة تكون بنسب ضعيفة. المؤشرات الحالية تقول أن المرجح أن يبدأ هذا الموضوع بالظهور خلال الثلث الثاني من شهر آب، لكن المسجل إحصائيا أن الأيام من الثلث الثالث من آب وما بعد تصبح درجات الحرارة أخفض، حتى نلاحظ أننا في الثلث الثالث من آب سنشهد انخفاض وخاصة خلال الليل. أعود وأكرر هنا بما يخص موجة الحر الحالية، هناك عامل مهم جدا يساعد على تخفيف أثر الحر وهو عامل الرياح. الحمد لله نحن نشهد اليوم نشاطا في حركة الرياح الغربية، وكذلك لم ستبقى هذه الرياح مرافقة لنا، لذا سيكون الليل ألطف من أجواء النهار وهو ما يخفف من أثار موجة الحر على المنطقة. دعنا ربما يعني خلينا نطمن الناس شوي كمان، يعني أنت وقت اللي تطلع على مناطق أخرى ربما تشعر أنه الحر عنا يعني أخفض، عندما تقارن بالعراق، بشبه الجزيرة العربية، ببعض البلدان نوعا ما يعني ربما 40 41 درجات حرارة مرتفعة، نعم، نعم، لكن عندما تقارنها بمناطق أخرى تجد أنه لا، الحمد لله نحن أخف ربما من غيرنا يعني من المناطق، نعم. صراحة سيد محمد، مناطق مثل البصرة تسجل 52 درجة مئوية، مناطق مثل الكويت أحيانا تصل حتى 54 درجة مئوية. طبعا هذا الكلام كله في الظل موضوع درجات حرارة في تحت أشعة الشمسية اللي نتكلم عنه، صحيح، وغير معتبر في علم الأرصاد الجوية. إذا درجات الحرارة التي نتعرضها جدا اعتيادية، سجلت سوريا في الأعوام الماضية درجات حرارة أعلى منها بكثير، طالما أننا ضمن نطاق 39 حتى 41 نحن ضمن المجال الطبيعي. ودعنا نقول إذا صنفنا موجة الحر من ناحية الشدة هي موجة حر متوسط الشدة وليست عالية الشدة، تمام، فقط استثنائية من ناحية الطول، فقط من ناحية الطول، تماما. البعض يتحدث عن عواصف شمسية، يعني نسمع اليوم الكثير من على مواقع التواصل الاجتماعي أن الشمس يعني من فترة على ما أظن يعني تم تدمير بضعة أقمار صناعية، صح، لشركة من الشركات نتيجة عاصفة شمسية. اليوم ربما دعنا نقول هذا الأمر قد يكون يعني في دور لبعض عواصف شمسية، نعم، أو نحن مهددون بهذا الأمر مثلا. في الحقيقة هذا الموضوع شائك ويحتاج إلى دراسات إحصائية. يا هل ترى في حال النشاط الشمسي المتضاعف أو المتزايد هل تشهد المناطق موجات حر متكررة؟ لا يوجد إحصائيا ما يثبت هذا الموضوع، لكن ما يحصل الآن وما يتم تداول عن مواقع التواصل الاجتماعي عن العواصف الشمسية هو حدث طبيعي جدا جدا. بدأنا دورة شمسية جديدة مع العام 2020، هذه الدورة مدتها 10 سنوات أو 11 عاما، يكون ذروة النشاط الشمسي كان من المتوقع أن تكون في العام 2025. ما نلحظه الآن عندما نعد البقعة الشمسية يسجل نشاط الشمس والإشعاع الشمسي أو العواصف الشمسية حسب عدد البقع التي تظهر على قرص الشمس. صراحة الآن نعد 160 بقعة، أو دعنا نقول تعبر عن نشاط شمسي إشعاعي على شكل معالجات كهرومغناطيسي. هذا العدد كان متوقع يكون في العام 2025. صار في تأكيد. المفاجئ أنه صار أبكر، نحن الآن في نهاية أو دعنا نقول في النصف الثاني من عام 2023. هذا الموضوع له تأثير على مجال مغناطيسي للأرض، له تأثير على بعض الدراسات تقول على البراكين والزلازل ولكنها دراسات ضعيفة، له تأثير جدا مهم على الأقمار الصناعية وعلى الاتصالات. إذن عمليا لا يوجد تأثير مباشر على
الناس بشكل عام، إنما على بعض الأمور التقنية التي تخص الأقمار الصناعية. بشمالنا المحرر، وهون يعني كوننا بيئة زراعية يعني نعقب على هذا الأمر ناحية الموضوع المزروعات، كنت أتواصل معك وتركز على موضوع أنه موضوع السقاية، موضوع الري هو موضوع مهم جدا، ولكن ضروري اختيار التوقيت المناسب. لو نتحدث عن تأثير هذه الموجة على المزروعات، أكثر المزروعات تأثرا، وشو في نصائح ممكن نوجهها لأخوتنا المزارعين؟ حقيقة سيد محمد، سبحان الله، يعني المزروعات المتواجدة الآن في شمال غرب سوريا هي مزروعات نسميها خضار صيفية، ومصطلح خضار صيفية أي أنها مهيئة بقدرة الله تعالى لفيزيولوجية هذا النبات لتحمل درجات حرارة 40 و42 و43، فالظرف الجوي لا يعتبر استثنائي، ولكن يجب على المزارع أن يعدل من عمليات الزراعي والإجراءات لهذا النبات. من ضمن الإجراءات من ضمن الإجراءات أولاً موضوع الري. راجع في مناطقنا الآن استخدام الطاقة الشمسية، الطاقة النظيفة والطاقة البديلة. موضوع وجود الطاقة الشمسية للأسف يحفز لدى المزارع استخراج كل نقطة مياه طالما أن الشمس مشرقة في السماء. استغلال موضوع الشمس. مع وجود الشمس ودخول الحر في ذروته من الساعة 12 أو حتى الساعة 5، يقوم المزارع باستثمار الطاقة الشمسية واستخراج مياه وضخها للمزروعات. للأسف هنا يقع في خطأ كبير، النبات كائن حي مثله مثل الحيوان وكذلك الأمر مثل الإنسان، لا يستطيع أن يستقبل ويمتص ويقوم بعملياته الحيوية بشكل جيد في ظل درجات حرارة دعنا نقول فوق المعدل. لذلك ننصح الأخوة المزارعين بالري إما صباحا يعني حتى الساعة 9 أو 10، أو الري مساء بعد الساعة 6، لأن النبات سيكون مجهد حراريا. النبات يقوم بعمليات مواكبة لدرجات الحرارة، يقوم بتنظيم عملياته داخل النبات، فيزيولوجيا النبات تستنفر أثناء موجة الحر، فالنبات دعنا نقول مرتبك بنفسه. إضافة على هذا الارتباك نقوم بإعطائه ماء، والماء يحتاج طاقة حتى يمتص، فأنت تضيف جهد على الجهد الحراري. إذن ننصح بأن تكون السقاية صباحا أو مساء. أيضا ننصح بأن تكون جرعات الأسمدة معقولة ودون الموجود سابقا، فمن كان مثلا يعطي 4 كيلوغرام يوريا للنبات يجب أن يقسم هذه المجموعة على 4 أسابيع ولا يعطيها دفعة واحدة، مثله مثل الإنسان. إنسان في ظل ظروف درجة حرارة مرتفعة لا يستقبل الطعام الكثير والنوعي. أيضا النبات نفس الشيء، نريد أن نعطيه هذه الكميات بشكل متدرج. موضوع مهم جدا هنا أنوه الأخوة المزارعين أن يهتموا له جيدا، العائلة الباذنجانية، وأنا أتحدث عن الباذنجان وعن البندورة هما الصنفان الأكثر انتشارا في منطقتنا. والآن موسم يعني تضرب بالعناكب، إصابات العناكبية في هذا المنطقة. العناكب جدا تنتشر وتنتعش في ظل درجات الحرارة المرتفعة، لذلك ننوه للأخوة المزارعين، العناكب إذا تحولت إلى آفة منتشرة غير منضبطة، موضوع السيطرة عليها بالمبيدات يصبح صعب جدا ومكلف جدا. لذلك ننبه المزارع بتكثيف الجولات الحقلية خلال هذه الفترة، أي إصابة عناكبية يطبق المبيدات التخصصية عليها قبل أن تنتشر، خاصة محصول الباذنجان. إذا انتشرت فيه الإصابة العناكبية ينخفض الإنتاج، يزود تكاليف الرش، وتصبح العملية للأسف خاسرة، إضافة إلى أن المحصول يتجه نحو التدهور. هذا بالنسبة للمزروعات، ماذا عن الأشجار الزيتون حصرا يعني؟ إذا جئنا أخذنا مناطقنا هنا، الشجرة التي تدخل الآن ذروة الإنتاج هي شجرة الزيتون. كما تلاحظون فإن ثمار الزيتون الآن بدأت دعنا نقول ستتجه من تكوين اللب الصلب إلى تكوين مادة اللحم ومادة الزيت. هذه المرحلة تحتاج إعطاء كميات كبيرة من الماء بعيدا عن موجات الحر. فإذا أيضا عامل التوقيت مهم هنا يعني، نعم في الصباح والمساء يعني تماما بالنتيجة هو نبات الشجرة والنبات نفس الظروف يتعرض لها. إذن يتجه النبات نحو الآن الثمار نحو اكتناز الزيت وتصنيع هذه النسج التي تختزن الزيت. هذه العملية تحتاج مياه وتحتاج أيضا مواد غذائية على شكل أسمدة. يجب علينا أن نكثف عمليات الري، وأيضا تكون صباحا ومساء، وتكون
أعلى من المعدل. من اعتاد أن يعطي ريا ريتان في شهر تموز في ظل ظروف درجات حرارة مرتفعة يجب أن يعطي 4 ريات حتى يعوض الفاقد. الأوراق تقوم بعملية التبخر نتح وتطلق كم هائل من المياه من مسامها، يجب علينا أن نعوض هذه المياه حتى لا نصل إلى مرض يسمى التجعيد، الثمار تكون مجعدة ونسبة الزيت منخفضة. لذلك أيضا لازم أن نهتم في شجرة الزيتون في ظل درجات حرارة هذه المرتفعة. بارك الله بكم أستاذ أنس، لم يبقى لي إلا أن أشكركم على هذه الإيضاحات. الأستاذ أنس الرحمون الباحث في مجال المناخ والبيئة، بارك الله بكم. أهلا وسهلا، تشرفنا بوجودكم، حياكم الله. الشكر لكم أنتم متابعينا، حياكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.